معكم طلبة المرحلة الثالثة في الكلية التقنية الهندسية بصرة. اليوم محاضرتنا استكمال المحاضرات السابقة في مادة انتقال الحرارة هي ترانسفير. الموضوع هذا اليوم عنوانه هو steady state heat conduction through solids of cylindrical geometry without generation of thermal energy. إن شاء الله بعد هذه المحاضرة راح نكون قادرين على فهم كيفية اشتقاق معادلة التوصيل الحراري بالنسبة للمحاور الأسطوانية. يعني ناخذ الشكل هو أسطوانة، وتكون اليوم المحاضرة على الأسطوانة المجوفة وليست الصليدة، وأيضا كيفية اشتقاق معادلة توزيع درجة الحرارة أثناء تغير الراديوس نصف القطر للأسطوانة، وأيضا ناخذ مثال تطبيقي على هذه الحالات. الأسطوانة المجوفة نفترضها هذه، عندنا الأسطوانة ونصف القطر الداخلي هو R1 والنصف القطر الخارجي هو R2، وأيضا نفترض درجة الحرارة بسطح الداخلي للأسطوانة هي T1 وأيضا هنا T2، ويجب أن يكون T1 لا يساوي T2 حتى يتم عملية انتقال الحرارة. فتنتقل الحرارة بالكوندكشن يعني بالتوصيل خلال جدار أو سمك الأسطوانة من الداخل إلى الخارج. فراح يصير عندنا الانتقال الحراري بهذا الشكل، الكيو راح تنتقل بهذا الاتجاه، وأثناء انتقالها راح تعترضها مقاومة اللي هي مقاومة السمك، اللي هي هذه المقاومة الموجودة عندنا هذه R. لنفترض طول الأسطوانة هو L، والانتقال الحراري يكون في بعد واحد واللي هو باتجاه R، باتجاه R. إذن الأسطوانة مساحتها راح تكون A of R يساوي 2 by RL، هذه المساحة، مساحة الانتقال الحراري على طول الأسطوانة. وانتقال الحرارة يتم باتجاه R. اللي يهمني اليوم بهاي المحاضرة هو أريد أشتق معادلة توزيع درجة الحرارة T function للR. راح أجي من المعادلة العامة للتوصيل الحراري اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة بالمحاور الأسطوانية، وأخذ جزء واحد من عندها اللي هو باتجاه R، وأفترض أنه steady state عندي يعني dT لD time تساوي صفر، وما عندي heat generation لQ dot تساوي صفر، وبالتالي المعادلة راح تصير عندي D إلى dR R dT إلى dR تساوي صفر حسب هذه المعطيات الموجودة عندي، أو حسب هذه الفرضيات اللي موجودة عندي مع معادلة العامة للتوصيل الحراري بالمحاور الأسطوانية. راح تعطيني هذه المعادلة اللي هي ببعد واحد يعني one dimension. و no heat generation. أجي أكامل هذه المعادلة تكامل بسيط، راح تعطيني R dT إلى dR تساوي C1. أحول هذه R للجهة الثانية، راح يصير عندي D إلى dR يساوي لنا C1 على R. ايضا اكامل الطرفين، اكامل بعد تكامل اخر، راح تعطيني دي تي راح تعطيني سي 1 لن ار زائد سي 2 باعتبار انه دي ار تجي هنا والمشتقه فوق والمقام الR هو، فراح تعطيني هذه المعادلة. هذه المعادلة هي معادلة توزيع درجة الحرارة. معادلة توزيع درجة الحرارة يعني هذا T هي function لهذا الR،
هذا ال R وهذا T. فال T function لل R. وبالتالي أنا حتى أعرف هذه المعادلة لازم أعرف ال C1 وال C2. لازم أعرف ال C1 وال C2. منين أعرفهم؟ أعرفهم من الباوندري كونديشن اللي عندي. عندي الباوندري كونديشن أطبقها باوندري كونديشن الأول at R يساوي R1 T تساوي T1 هذا واحد. والباوندري كونديشن الثاني at R يساوي R2 T تساوي T2. راح أجي أطبق هاي الكونديشن اثنينهم بهذه المعادلة حتى أحصل على C1 والC2. كيف أحصل عليهم؟ راح أجي أقول إذا أطبق الباوندري كونديشن الأول الـ T1 يساوي C1 لن R1 زائد C2. هاي معادلة واحدة. وعندي الباوندري كونديشن الثاني T2 تساوي C1 لن R2 زائد C2. هاي معادلة اثنين. هاي عندي معادلتين. أما بالتعويض أو بالطرح حتى أحذف واحد من الثوابت ويبقى عندي ثابت ثاني، فراح أنقص معادلة اثنين من واحد، معادلة اثنين أنقصها من واحد، راح يصير عندي T1 ناقص T2، هذه T1 ناقص T2 تساوي C1 عامل مشترك لن R1 ناقص لن R2. هذه صفر تروح. وبالتالي اذا C1 يساوي T1 ناقص T2 على لن R1 الى R2. لن R1 الى R2. هذا عندنا C1. راح اجي اعوض هذا السي 1 اجي اعوضه هنا هذا اجيبه هنا راح تجي هنا ايش راح يصير عندي تي تساوي سي 1 اللي هي هذه تي 1 ناقص تي 2 على لن ار 1 الى ار 2 لن الـ R زائد C2 صارت عندي هذه المعادلة. بس عندي هذه المعادلة الـ T تتغير مع هذه الـ R بس الـ C2 مجهول لازم أعرف الـ C2. إيش راح أسوي؟ راح هذه المعادلة ومعادلة واحد عندي معادلة واحد هذه هذه المعادلة ومعادلة واحد راح أربطهم مع بعض هذه هذه ويا هذه راح اربطهم معهم فايش راح يصير عندي انقص يعني هذه ناقص هذه يصير عندي راح اخليهم هنا يصير عندي تي تساوي تي تساوي هذا تي 1 ناقص تي 2 على لين الار 1 الى ار 2 هذا اللي هو نفسه هذا لن R ناقص لن R لن R إلى R1 راح يصير هذه خليتها هنا أنا عندي هذه تروح والT ناقص T1 يعني هاي كانت T ناقص T1 وراح اجيب هذا T1 احوله بذي الشجيه راح يصير عندي اذن T تساوي T1 ناقص T2 على لن R1 الى R2 لن R الى R1 زائد T1 هذه المعادلة هي أسميها معادلة توزيع درجة الحرارة
بالاسطوانه المجوفه معادله توزيع درجه الحراره بالاسطوانه المجوفه. هذه تي هي فانكشن، هذه تي هي فانكشن للار يا ار. فكل ما تغير بنصف القطر تتغير تي. هذه المعادله نسميها temperature distribution. الان اريد احسب المعادله اللي ممكن توصف لي كميه الحراره المنتقله، يعني الكيو. فالكيو عندي الكيو تساوي من قانون فورير ماينس كي اي للاسطوانه طبعا دي تي الى دي ار، وتساوي ماينس كي الاي هنا اللي عندي 2 باي ار ال اسطوانه عندي، فدي تي الى دي ار. شنو اللي احتاجه هسه؟ احتاج الدي تي للدي ار، هذا احتاج هذا دي تي الى دي ار. منين اجيبها؟ انا عندي هذه تي شلون تتغير ويا ار، هذه تي شلون تتغير من ار، فراح اشتق هذه اشتقها واجي اعوضها هنا، اشتق هذه واجي اعوضها هنا، راح يصير عندي الاشتقاق كالتالي. تصير المعادلة عندي دي تي الى دي ار تساوي هذا. شو تساوي؟ هذا ثابت راح ينزل، وهذه لين ار يعني واحد على ار فقط بس، يصير يعني دي تي تساوي تي 1 ناقص تي 2 على لين ار 1 الى ار 2. هذا طبعا شنو يصير؟ لين ار ناقص لين ار 1، فاللين ار 1 مشتقته صفر واللين ار 1 على ار. هذا الدي تي الى دي ار. راح اجيبه اعوضه هنا. راح اعوضه هنا. فالكيو شو تساوي عندي هسه؟ ماينس كي في 2 باي ار ال في تي 1 ناقص تي 2 على لين ار 1 الى ار 2 في 1 على ار. صارت عندي هذه المعادله. ايش راح اسوي هسه؟ اختصر هذا الار مع هذا الار، اختصرتها، وبالتالي الكيو تساوي T1 ناقص T2 هذه علم على لين R2 إلى R1، لأن هذا الناقص حتى ألغي، فراح أقلب هذه لين R2 إلى R1، واضح؟ وهذا بسط فيصير مقام ومقام هنا 2 باي كي ال 2 باي كي ال. صارت عندي هذه المعادلة اللي أحسب من خلالها كمية الحرارة المنتقلة بالتوصيل عبر الأسطوانة المجوفة. هذا شيء مثل الدلتا تي، هو الدرايفنج فورس، فرق في درجات الحرارة حتى يتحقق عندي انتقال حراري. وهذه المقاومة، دائما دلتا تي على ار، فهذه عندي تمثل الار، هذه الار اللي هي هذه، هذه الار، هذا بالاسطوانة المجوفة. وايضا ممكن واحد يقدر يستخرج هذه المعادلة بطريقة اخرى، يعني دون المرور بمعادلة توزيع
درجة الحرارة ويشتقها وبعدين يجي يعوض لا يقدر مباشرة شو يسوي؟ هنا عندنا هذه طريقة أخرى لاشتقاق هذه المعادلة لQ تساوي ماينس K احنا عندنا 2 باي R L DT إلى DR شو نسوي هسه؟ نفصل هذه المعادلة نفصلها شو راح يصير عندي؟ هنا أنا عندي الـ Q في DR هذا تجي هنا والـ R يجي مقام على R يساوي minus K 2 by L DT راح أكامل الطرفين هسه أكامل هذه وأكامل هذه عندما يكون الـ R يساوي R1 الـ T تساوي T1 عندما الـ R يساوي R2 الـ T تساوي T2 وبالتالي هذا شنو راح يطلع DR على R تكامل يعطيني لن R عوض حدود التكامل لن R2 إلى R1 فيصير Q لن R2 إلى R1 يساوي هذا التكامل DT شطيني T عوض حدود التكامل يصير T2 ناقص T1 T2 ناقص T1 أشيل الناقص يصير T1 ناقص T2 يعني K 2 by L T1 ناقص T2 إذن الـ Q شو يساوي مثلنا في هذه الحالة تساوي هذا T1 ناقص T2 هذا ينزل مقام لن R2 إلى R1 وهذا هذا أيضا هنا هو بسط فيصير مقام المقام 2 by K R صار عندي هاي المعادلة هي نفسها هاي المعادلة نفسها هاي المعادلة هذه المعادلة اللي استطيع حساب من خلالها كمية الحرارة المنتقلة من داخل الأسطوانة المجوفة إلى الخارج وببعد واحد وأيضا مفترضين إحنا ما موجود عندنا أي توليد حراري داخل الآن نجي بعد أن افتهمنا كيفية اشتقاق معادلة توزيع درجة الحرارة وأيضا كيفية اشتقاق معادلة التوصيل الحراري بالأسطوانة المجوفة بطريقتين بهذه الطريقة وبهذه الطريقة المختصرة نأخذ مثال تطبيقي عليها حتى ننظمها أكثر الآن هذا المثال على الحالة السابقة اللي هو باي من الكبر مصنوع ونصف القطر الداخلي 30 مليمتر ونصف القطر الخارجي إليه هو 35 مليمتر ويحتوي على الأكسجين المسال بدرجة حرارة مقدارها 182 سنتيغريد بالماينس يعني هذه التي عندنا هذه التي 1 تساوي 182 سنتيغريد بالماينس ودرجة الحرارة بالنسبة للهواء خارج الانبوب هي مقدارها تي اي تساوي 20 سنتيغريد وعندنا هنا هو هواء موجود هواء بالخارج وايضا يمتلك ديو بوينت مقدارها 10 سنتيغريد بالتالي راح تكون الديو بوينت هي على السطح الخارجي تي هذه 2 وهذا T3 راح يصير عندنا 10 سنتيغريد اليو بوينت المطلوب بالسؤال how much insulation with a thermal conductivity مقدارها 0.02 واط لكل متر كلفن يعني ما هو السمك العازل المتوقع اللي يملك 0.02 موصلية حرارية شقد السمك اللي ممكن نخليه ثيرمال كوندكتيفيتي بالنسبة للكبر هذه الكي الموصلية الحرارية
تساوي 400 بالنسبة للنحاس واط على متر كلفن، وبالنسبة للعازل الكي تساوي 0.02 واط على متر كلفن، والهيت ترانسفير كوفيشنت بالنسبة للهواء يساوي 17 واط على متر مربع كلفن. إذن المطلوب هو سمك العازل المتوقع ايش قد حتى يحافظ على درجات الحرارة هذه. حتى نوصل لهذه النتيجة راح افترض انه القطر الخارجي مع العزل، نصف القطر الخارجي مع العزل هو R3، راح اسميه R3 باعتبار هذا R1 وهذا R2 وهذا R3. هسه اجي احلل هذه المسألة مالتي، كمية الحرارة المنتقلة اعتيادي هنا عندي 20 سنتيغراد، هنا بالماينس 182 سنتيغراد الحرارة تنتقل بهذا الاتجاه، هذا الكيو. هذه الكيو تنتقل بهذا الاتجاه، فايش راح يصير عندي؟ عندي راح يصير اكو مقاومة من التي اي، هذا التي اي، هذه مقاومة حمل الى تي 3، وعندي مقاومة من التي 3 هذه مقاومة سمك العازل، وعندي مقاومة السمك المعدن، فهذه R1 وهذه R2 وهذه R3، ثلاث مقاومات. كمية الحرارة المنتقلة الكلية من الخارج الى الداخل السطح الداخلي هي نفسها كمية الحرارة المنتقلة من الخارج الى السطح الخارجي بالنسبة للعازل. يعني الكيو تساوي كمية الحرارة المنتقلة، طبعا راح دلتا تي اوفرال اللي هو تي اي ناقص تي 1 على مجموع المقاومات اللي يمر بيها اللي هي R1 زائد R2 زائد R3. هاي كمية الحرارة المنتقلة نفسها من هذه المنطقة إلى السطح الداخلي هي نفسها اللي تنتقل بالحمل إلى نهاية إلى السطح الخارجي للعازل، وبالتالي هي نفسها راح تكون الفرق في درجات الحرارة هنا اللي هو TA ناقص T3. TA ناقص T3. هنا عندي مقاومة واحدة هذه المنطقة اللي هي مقاومة الحمل اللي R3. هاي أقدر أنا أبسطها، راح تصير عندي TA ناقص T1 على هذا، راح يجي هنا بالمقام يصير على TA ناقص T3 يساوي هذا، راح يصير فوق يعني R1 زائد R2 زائد R3 على R3. تلاحظ هسه درجات الحرارة هذه كلها موجودة، TA اللي هي 20 سنتيغريد، هذه TA عندي 20 سنتيغريد، T1 هي 10 سنتيغريد، TA هذه هي 20 سنتيغريد، T1 ناقص 182 سنتيغريد، وهذه عندك T3 هي 10 سنتيغريد. يعني هذا كله تقدر تطلع، يبقى شنو عندي؟ R1 R2 R3 اريد اطلعهم، R1 والR2 والR3. راح اجي R1 شو يساوي؟ راح يجي R1 هذا R1 يساوي نصف القطر الخارجي على نصف نصف القطر الخارجي على نصف القطر الداخلي على 2 باي L K، يعني لن R2 إلى R1 على 2 باي L K، وبالتالي لن 0.035 على 0.03
2 باي اير في الكي، الكي مالت المعدن اللي هي 400. هذه خلصنا لعبتها. الار 2 راح تساوي شو تساوي الار 2؟ هذه الار 2 راح يصير ار 3 على ار 2 لن ار 3 على ار 2 على 2 باي ال كي، وتساوي لن ار 3 على 0.035 2 باي ال في الكي، الكي بالنسبه للعازل اللي هو 0.02. هذه ايضا طلعت، هذه طلعت. والار 3 شو تساوي؟ 1 على اتش اي تساوي 1 على 2 باي ار 3 في ال مضروبه بايش؟ في الاتش اللي هو 17. لاحظ هسه بهذه، لاحظ بهذه شنو اللي مجهول؟ مجهول فقط ار 3، مجهول فقط ار 3 باعتبار 2 باي ال، 2 باي ال راح يصير هنا وراح يصير هنا وراح يصير هنا، وايضا هي موجوده بالمقام فراح تطلع عامل مشترك بالبسط وبالمقام موجوده راح تختصر. فشو يبقى عندي انا؟ يبقى عندي فقط الـ R3، يعني هذا موجود الطرف الأيسر، الطرف الأيمن فقط R3 مجهول. من أجي أطبق أو أعوض هذه المعادلات الثلاثة هنا راح ثلاثتهم هذول يجون هنا راح يطلع عندي الـ R3 يساوي 0.054 متر. بس الار 3، الار 3 هذا من هنا لهنا هو يريد من عندي سمك العزل، فشو اسوي؟ اقول هذا شو يساوي؟ يساوي ار 3 ناقص ار 2 يطلع هذا. فهنا الثكنس شو يساوي؟ يساوي 0.054 ناقص 0.035 راح يصير عندي بعد ناقص 54 ناقص 35 يساوي 0.019 0.019 متر. هذا السمك بالنسبة للعازل اللي يمتلك موصلية حرارية مقدارها 0.02 واللي حافظ لي على كمية الحرارة المنتقلة. وبهذا الحل ننتهي اليوم محاضرتنا، وإن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نستكمل وياكم انتقال الحرارة بالنسبة للأجسام الكروية وأيضا ناخذ عليها مثال. إلى اللقاء مرة أخرى، تحياتي لكم.